السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم مع فيديو جديد. الرسفور ده يا جماعة رسفور صيني، تمام، قطع لمبة حمراء، بس ركز معايا لأن فيه حاجة تانية غير اللمبة الحمراء اللي هو المكثف اللي احنا عارفين عنه كل حاجة، اللي هو المكثف ده اللي بيعمل اللمبة الحمراء، تمام. ركز معايا عشان أعرف فيه حاجة كده جديدة هتعرفها. المكثف اللي إدارة الباور هجربلكوا الرسفور كده الأول، بيرعش لمبة حمراء، تمام. بصوا كده، يفتح شوف اللمبة بتعمل ازاي، يفتح معاك لمبة حمراء، تمام. طيب دلوقتي طبعا الكل هيقول ايه المكثف الزوار ده، تمام كده. لا، هو الجهاز ده جاي لي من عند صنايعي الله يصلح حاله، فمغير مكثف الالف ومغير ايه 47 ده، وطبعا العيب فيه زي ما هو، طبعا العيب فيه زي ما هو. ركز معايا كده، المكثف ده واخد كهربته منين؟ بصوا الديود ده لو جيت تبص على رجلين المكثف اهو، رجلين الديود ده اهي، تمام. جيت تبص كده هتلاقي الموجب بتاع المكثف السالب اللي هو متعلم ده رايح فين؟ رايح على المكثف، تمام. طيب يعني اذا الديود ده هو اللي بيعطي المكثف. طيب انا لما اقيس الكهرباء هنا كده دلوقتي، يعني اوصل الكهرباء كده للجهاز، وجيت اقيس الكهرباء على المكثف هتلاقي مفيش كهرباء كده. الفولت شغال في الجهاز اهوت برضه عشان اوريك، يعني ده المكثف الكبير اهو 316 فولت، 315، تمام. المكثف الصغير ده اللي احنا بنقول عليه، لو جيت تبص عليه كده المفروض ان المكثف ده يكون عليه من فوق ال 15 وانت طالع، يعني من 15 ل 20، تمام، من 15 فولت ل 20 فولت. المكثف ده اهو عاد 7 فولت، المفروض يكون عليه من 15 ل 20. طول ما الفولت ميت عليه، طول ما الفولت ده ميت الجهاز مش هيفتح، تمام. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغير الدوج ده، مع الرغم لو انت جيت تقيسه هتلاقي بيس سليم معاك، المفروض الديود طبعا بيكون شورت ولا حاجه، يديك جرس كده، تمام. لو جيت تقيس الديود كده دلوقتي هتلاقي بيس سليم معاك عادي طبيعي، اه جنب يقيس وجنب ما يقيسش كده سليم معاك، تمام. ولكن المكثف الديود ده ضعيف، احنا هنعمل ايه؟ هنغيره كده. شوف المكثف كان عليه كام؟ كان عليه 7 فولت، المفروض المكثف يبقى كهربته من فوق ال 15 لحد ال 20، تمام كده؟ عطى عليه فولت من 15 ل 20، عشان لو انت غيرت المكثف مش الجهاز مش هيفتح معاك برضه، هيبقى نفس اللمبة الحمراء. ده اهو، تمام. ده اهو، نجيب واحد تاني كده جديد، طبعا نشوف الموجب من السالب قبل ما تركبه، تمام. ركز معايا كده ملحمه واجرب، زي ما احنا قلنا المفروض يديني من 15 ل 20 فولت عشان الجهاز يفتح معاك، يبقى الباور شغال مرتاح، لان لو الفولت قل مش هيشتغل، تمام كده. انا كده وصلت، هشتك الفولت كده عليه الاول قبل ما نجربه، قبل ما نوريكم الشاشه بتاعته. ادي الكهرباء، بصوا كده ركزوا على المكثف كده بقى كام، اه بقى 17 فولت، ركز كده 17 18 فولت زي ما احنا قلنا من 15 ل 20، تمام كده. طيب هاجي ابص على شاشه الريسيفر دلوقتي هتلاقي الريسيفر فتح معايا اهو، تمام. مشكله مش باين في الكاميرا اهو، بصوا كده الارقام شغاله اهي على 122، تمام. وفي نفس الوقت هنجرب لكم على التلفزيون.
ارتحنا والتانية لقيت الدنيا حلوة وجميلة وبقيت أروح وأجي دايما جدا يا كده. كده الجهاز اشتغل معايا مظبوط عشان تبقى عارف المكثف ده، خليها كهرباء في دماغك. المفروض يبقى الفولت عليه من 15 ل 20 فولت، ما يزيدش ولا يقل عن كده. اقل من 15 او اقل من 13 او 14 الجهاز هيقعد يعمل معاك لمبه حمراء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.